بدأت فعاليات مهرجان مسرح الطفل يلي بتعقده وزارة الثقافة ومديرية المسارح ومسرح الطفل. اليوم أولى هذه العروض وهي بعنوان مغامرة الطحان مع القط فهمان. رح نتعرف أكثر على هي المغامرة ونعرف تفاصيلها من الكواليس مع صناع العمل، وكمان نشوف مشاهد خاصة من المسرحية. خليكن معنا. شخصية سهيان اللي هو الطحان الصغير اللي مشتغل بهي المطحنة اللي ورته إياها أبوه، وبيصير في خلاف بينه وبين أخواته، وبالأخير بيصير عدة أحداث العلاقة بأنه بتشرد وبيقلعوه من هذا المكان اللي هو أساسه وأصله. هي تماما هي العلاقه بالذاكره الانفعاليه. قديش انت بتقدري تتذكري، يعني انا كممثل قديش بقدر اتذكر شيء من طفولتي كنت العب او عايشه، اقدر استحضره ووصفه بمشهد او بحاله معينه لاقدر اكون عفوي وصادق. العمل لطيف خفيف، يعني وجبه جميله للطفل، حتوتي كتير لطيفه. في نحن الكبار عم نلعب هلا لعبة الطفل، أنا الملك الطيوب. برجع بأكد على جملة أنا قلتها سابقا، إنه بين البساطة والسذاجة هيك مفصل كتير صغير. نحن هلا عم نخلي هاي السذاجة تكبر شوي. أو شخصيتي شخصية فرحان، هو الأخ. صحيح الاسم هو فرحان، ولكن هو أخ شرير بالنسبة لسهيان. هو هذا الأخ يلي بيطرده من الطاحونة، طبعا بمؤامرة مع أخته حتى يحرموه من هذا الإيراث أو الإرث تبعه. فهي شخصية سلبية ولكن تقدم في طريقة كوميدية، يعني محببة لدى الأطفال. يعني مثل مالك شايف الطفل بحب هذا الشخص الأكول، بحب هذا الشخص، بحب هي الشخصية. بالنسبة لمسرح الطفل، مثل ما بنعرف هو مسرح الطفل مسرح جدا صعب، لأنه أنت إذا ما وصلتي لعقلية هذا الطفل فمستحيل أنه الطفل يشوفك في طريقة حلوة. أفضل شيء يعني اللي عم يتقدم ثقافيا ولا يعني تعليميا لنقول هو مسرح الطفل، لأنه هو بيبني من صغره للولد، يعني فهو بيعطيه معلومة يمكن صح أو يمكن هلأ عطلة كمان بيعطي يعني أنه متنفس لنقول للطفل. الممثل لما بده يشتغل مع بعرض أطفال هو أكثر صعوبة بصراحة من عروض الكبار، لأنه هذا الطفل من أول دقيقتين يا بتشده لإلك يا أما بيفلت منك، فبيكون في شغل على تفاصيل كتير إلى علاقة بالحركة أو بالجسد أو حتى بالصوت. نحن بعصر اللي نحن هلأ فيه وعصر السرعة وعصر النت، طفلنا متعود على الحركة على هذا، ما بإمكاننا نخليه. لذلك ضغطنا، نحن عملنا لأعداد للمسرحية، أخذنا روح العمل وعملنا واشتغلنا بأسلوب جديد، هو أسلوب غروتيسك، يعني مبالغة بالفعل، نوصل فيه لمرحلة الضحك الكوميديا قبل التهريج بشوي بنرجع، هو هذا اللي قدرنا. لذلك أنه بتشوف العمل في شيء مميز.